هات لنا كده صفحة 126 تدريب على اختبار. نبدأ الأول بسؤال 23 ده، 23 بقول لك يا شباب. السؤال ده يا جماعة، ألقي مكعب مرقم 9 مرات متتالية فظهر لنا عدد 6 على الوجه العلوي 9 مرات. إذا ألقي المكعب نفسه للمرة العاشرة، كم الاحتمال النظري لظهور عدد 6 على الوجه العلوي؟ يلا يا جماعه مين يجاوب؟ سؤال سهل وجميل بس فيه تلعب الخاص، خلي بالك. حد يقدر يا جماعه؟ مهند يلا تقدر؟ سؤال سهل اهو. محمد سعيد معايا؟ معاك يا استاذ. سهل السؤال يا جماعه. طب يلا يا شباب يلا حد يفكر كده. ألقي مكعب مرقم 9 مرات متتالية ظهر عدد 6 على الوجه العلوي 9 مرات، يعني كل مرة يلقي الحاجة تظهر رقم 6، تمام؟ إذا ألقي المكعب نفسه للمرة العاشرة، فما الاحتمال النظري لظهور العدد 6 على الوجه العلوي؟ اختار يا شباب. آرائكم بس إيه؟ رأيكم إيه؟ ها؟ ساعد واحد على 10. واحد على 10، ليه؟ إنه الآخر 9 كلها جت 6. هو كلامك منطقي، ولكن هي في الأساس في المسألة فيها لعبة في الألفاظ. هو أنا لما أرمي 9 مرات يطلعوا رقم 6، شرط رقم 10 يطلع برضه 6؟ أبداً. ما لهاش أي علاقة خالص. ما فيش بينها أي علاقة. فالمسألة يا جماعة هو من الأول هنا كده، دي المسألة كده. بس. ما الاحتمال النظري؟ خلي بالك أهو النظري، نزول عدد كام؟ 6. في فرق بين الاحتمال التجريبي واحتمال يا محمد النظري. لو قال لك كلمه التجريبي كنت تعمل ايه؟ عدد مرات الظهور اللي هم 9 مرات على كله. تمام كده؟ ولكن هنا قال لك يا شباب احتمال نظري بس، النظري طبيعي. ايه هو احتمال النظري يا شباب؟ اللي انا عارف النتيجه بتاعته مسبقا. لما ارمي مثلا قطعه نقد على الطاوله يا اما يطلع لي كتابه او يطلع لي ايه؟ شعار. ما فيش احتمال ثاني، صح؟ فانا عارف الاجابه مسبقا، اطلع كذا او كذا بس. هنا نفس الكلام كده برضه يا شباب، السؤال ده فيه لعبه في الالفاظ، يعني الكلام ده كله مش بس يلخبطك بس. انت تحس بنفسك كده يا محمد، كده بحس بدور محمد سعيد ان ده احتمال ايه؟ احتمال تجريبي، هو مو تجريبي هو نظري. اللي فوق كده تجريبي، ولكن ده بس هدف نظري يا جماعه. هو مره واحده بس من 6 هو اللي صح. يبقى الحل واحد من كام؟ من 6. طيب يلا يا جماعه سؤال ثاني اهو، سؤال ثاني رقم 24. اجابتك يا صراحه بقول لك هنا ايه؟ اذا اخترت تبديل الاحرف المبينه بشكل يا جماعه عشوائيا، ما احتمال ان تكون الكلمه كسيفساء؟ ها؟ نعمل ايه يا شباب؟ هنا طبعا موضوع التبديل هو او الاحتمال اللي هو بالتكرار في احرف مكرره عندك، يعني مثلا حرف الفاء، مثلا حرف الفاء موجود مرتين، حرف السين موجود مرتين برضه يا جماعه، تمام كده؟ عايز اجيب ايه؟ عدد نواه كله بكام؟ انا اعرف استاذ. اتفضل يا فيصل. اول حاجه احط في البسطه مضروبه 7، مضروبه 7 على تحت، واحط المتكرر تحت، المتكرر يعني السين مكرر مرتين يبقى 2 مضروب، السبعة مرتين وكم مضروب؟ 2 مضروب الفاء برضه، صح كده؟ ايه بس وتفك عادي يا جماعه، عاوز تفك بالحسبه مش اي مشكله، فك نفسك برضه عادي جدا. شوف مضروبه 7 عباره عن ايه؟ 7 ضرب 6 5 4 3 2 1. وهنا 2 في 1 و2 في 2 في 2 بس. 2 في 2 ب 4 راح مع بعض. باقي لك ايه يا شباب؟ 7 في 6 42. صح كده؟ في 5 كمان او نقول 5 في 2 ب 10 يبقى 400 وايه يا شباب؟ 420. 420 كمان في 3 مرة واحدة بكام؟ ها؟ 420 ضرب 3 يا جماعة هيديني كام؟ هدف 0 6 12. الحل كله يا جماعة كام؟ مرة واحدة بس. خلي بالك كلمة كسيفساء دي يا جماعة، الكلمة دي بتظهر كم مرة؟ زي فساء في التباديل، بتظهر مرة واحدة بس من كام؟ من 1260 مرة. يبقى الحل عندك هو 1 على 1260.
والحام اضحى شباب سهله. هنا اسم التبديل بالايه قلنا بالتكرار. طيب نمسح نشوف السؤال الثاني برضه يا جماعه. السؤال الاخير ده السؤال الثاني محتاج برضه شويه تركيز. بيقول لك هنا ايه؟ يقف رجلان ها وولدان، يقف رجلان وايه وولدان في صف واحد جنب بعض كده يا شباب. قبل اي شيء يا جماعه اربع اشخاص واقفين جنب بعض، كم عدد التبديل الممكنه لوقفتهم يا جماعه؟ اقدر ابدل كم مره؟ ها نعمل ايه؟ لو حبيت اعرف عدد مرات ايه الوقوف او طرق الوقوف كم مره؟ مش هم اربعه؟ العدد كله تقول له اربعه مضروب، جيبها في كام؟ اللي هو مين؟ عدد فضاء العينه كله، عدد فضاء العينه. طيب هنا قال لي شرط يا جماعه، قال لي شرط ان يقف رجل عند كل طرف من طرفي الصف اذا اصطفوا بشكل عشوائي. يعني ايه يا جماعه؟ يعني هنا كده يقف رجل، وهنا كده رجل، وهنا ولد، وهنا ايه يا جماعه؟ ولد. لاحظ انهم هنا ثبت لي يا جماعه، ثبت لي اثنين. لو حبيت اجيب عدد مرات تكرار اعمل ايه؟ مين يعرف يا جماعه؟ ها في اثنين ثابتين عندي اللي هم الرجلين دول يا شباب، رجلين، ده ثابت وده ثابت مكان اهو. مين هيتغير عندي؟ هتلاقي عندك الولدين اتغيروا اكثر من طريقه صح؟ اللي هو مضروب مين؟ اللي هو مضروب الاثنين. بس في عندي حاجه مهمه جدا، الرجل ده هيقف هنا مره، سمي رجل واحد رقم اثنين، مره واحد يقف هنا ومره يقف هناك، ورقم اثنين برضه هيجي هنا. تمام يا جماعه؟ بنقول له التبديل بيساوي كام؟ عندك اثنين مضروب اللي هو مضروب الباقي يا جماعه، فاكرينه؟ مضروب الباقي على مضروب الكل. بس اضرب في مين كله؟ اضرب في اثنين، ليه؟ ان الكلام ده هيتكرر مرتين. واضح؟ لو الراجل الاول فضل في مكانه ثابت بس ما يتحرك منه، والرجل الثاني في مكانه ما يتحرك منه، اقول له تبديل اثنين اللي هو تبديل الباقي على تبديل الكل بس. لكن الرجل رقم واحد ممكن يجي رقم اثنين، ممكن يروح رقم كام؟ رقم واحد. فهضرب هنا يا جماعه باثنين كمان. ونفك كده مع بعض يلا. يبقى 2 ضرب 2 على 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. دول مع بعض كده مع الأربعة يبقى تحت كام؟ 1 على 6. يبقى الحل يا شباب اختار 1 على كام؟ 1 من 6. إذا ما عملت كده هتلخبط وهتجيبها 1 على 12 وتبقى الإجابة خطأ. واضح الكلام ده يا جماعة ولا حاجة صعبة؟ واضحة يا شباب؟ برضه ما حد بيجاوب. والله الفصل الثانية هل الثانية بقى ده بيعمل لي إحباط. يلا يا جماعة درس النهاردة هذا اسمه إيه؟ الاحتمال الهندسي. ده من أسهل أنواع الاحتمالات يا شباب، من أسهلها بشكل عام، أسهل شيء. تمام كده؟ طيب شو كده تعرف بيقول لك إيه يا شباب؟ التعريف بيقول لك إيه؟ احتمال استقرار المؤشر مثلا القرص على أحد الألوان ده يعتمد على إيه؟ على مساحة ذلك اللون المسمى الاحتمال الذي يتضمن قياسا هندسيا مثل الطول أو المساحة احتمال هندسي. يعني إيه يا جماعة الكلام ده كله؟ خلاص كام دي ايه؟ اي احتمال فيه طول في مساحه يبقى ده اعتبره يا جماعه اسمه احتمال هندسي. واضح؟ هديك مثال كده سريع، مثال سريع اهو من عندي عليك من الكتاب خالص. مثال مثلا يا جماعه اهو قطعه مستقيمه هنا، مثلا قطعه مستقيمه يا جماعه زي كده طولها وتاخد مثلا ايه؟ اقول لك 10 سنتي. خلاص قطعة تانية كمان الجزء ده كده اهو، نغير اللون بس. هنا كده يا جماعة دي طولها 4 سنتي ماشي. سميها كده، ليه نسميها ايه؟ دي حتى اسمها بي، هنا اسمها سي. قال لك هنا ايه؟ اوجد لي احتمال مثلا عندك نقطة اسمها ايه يا جماعة؟ عندي نقطة اسمها ايه؟ هحطها فين؟ على الخط اللي هو الاي سي كله، على الاي سي. بقول لك هنا ايه؟ اوجد احتمال ان هي تكون موجودة في المسافة اللي هي ايه؟ بي. تمام؟ قال هنا ايه؟ سميها مثلا أي حادثة احتمال على الاي بي ده هتساوي كام؟
اشوف طول اي بي بكام دي كلها بقى مع طولها كام دي هتلاقي 4 سم. طب والاي سي كله كام؟ ب 10 يبقى 4 على 10 اختصر فيها 2 على كام؟ على 5. طيب يا شباب لو قال لك كده هات لي احتمال يكون موجود على منطقه مثلا اسمها بي سي. بي سي البي سي بكام يا شباب؟ الاي بي كله ب 10 ودي ب 4 صح كده؟ يبقى دي بكام بس لوحدها؟ البي سي بتساوي 10. اقول هنا بتساوي اهو 6 على مين؟ البي سي عفوا بتساوي 6. 6 على 10 اقسم على الطرفين على 2 هيديني 3 على كام يا شباب؟ على 5. ماشي يا جماعه؟ لو جمعت 3 على 5 و2 على 5 هيطلعوا 5 على 5 يعني 1 اللي هو نفس الاحتمال انه هو الاحتمال المؤكد. طب لو بقول لك مثلا هات لي احتمال موجود على الاي سي كله، الاي سي مين يحل هنا يا جماعه؟ احتمال نقطه موجوده على الاي سي كله. الاي سي كله بكام؟ ها؟ 10. 10 وهو كله تحت كله 10 هيساوي ايه؟ 1. 1 ده نسميه احتمال ايه يا شباب؟ احتمال مؤكد. واضح كده؟ طيب بنفس الاسلوب ده بنفس الطول بس عندي اذا كان فيه طول او اذا كان فيه مساحه او اذا كان فيه كمان ايه يا شباب؟ مثلا زاويه قطاعات في زوايا بنقسم الزاويه على كل مجموعه الزوايا كلها تمام؟ لو كانت مساحه يا شباب مساحه مثلا عندك ايه؟ ولتكن دايره داخل مربع مثلا زي كده او شكل ثاني قلت لك ايه يا جماعه مثلا كده هنحط نقطه اسمها مثلا اف مثلا نقطه اسمها اف قال لك احتمال تكون النقطه دي موجوده على الدايره نجيبها ازاي؟ بجيب مساحه الدائره قلنا احتمالها يا جماعه احتمال اف داخل من الدائره لتوضيح بس يا جماعه هتساوي مين؟ هتساوي مساحه الدائره على مساحه مين؟ المربع اللي هو الجزء الكبير مساحه الجزء الصغير على الجزء الكبير واضح؟ هتلاقي الموضوع بسيط جدا كله عباره عن ايه؟ مساحات واطوال وكلام من ده بس كلام فاضي يعني بسيط شوف كده الكتاب بيقول لك ايه؟ يلا ده طبعا ده مثال توضيح يا جماعه توضيح شوف كام بيقول لك هنا بس عايز حد يشارك معايا شباب عايزين مشاركه هذا كان النفس ان ال يلا يا جماعه بقول لك هنا ايه؟ اذا اخترت النقطه اكس عشوائيا اهي على مين يا شباب؟ على جائم جمع بشكل مقابل اوجد احتمال ان تقع اكس على المسافه كي ال فين الكي ال يا جماعه؟ كي ال اول هنا لحد هنا ده كي ال واضح؟ مين يحل يا شباب؟ يلا يا فيصل ايوه استاذ نحلها ازاي؟ بقول لك احتمال ان هي تكون موجوده في النقطه مسافه كي ال يعني عندي قطعه مستقيمه اسمها جا ام تمام؟ هنحط عليها نقطه اسمها اكس نقطه اكس اللي هي دي قال لك يوجد احتمال تكون موجوده فين؟ ها؟ تكون موجوده على الكي ال نعمل ايه يا جماعه؟ انا استاذ عفتي هنجيب ايه فيصل قلت حط 7 في البسط ايوه طول كي ال ب7 على طول مين؟ 14 الكله الطول كله يا شباب 3 زائد 7 ب 10 زائد 4 14 اختصر هيطلع 1 على كام يا جماعه؟ على 2 يبقى بيحاول بيساوي نص يعني كام في المية؟ تقريبا 50% يا جماعه هيطلع 50% ماشي؟ طيب يلا يا حضرات بيقول لك ان ايه؟ اذا اختيرت نقطة اكس عشوائيا على جي ام تحكم فين يا جماعة؟ تحكم فين؟ او جد كل المميات او واحد بيقول لك ايه؟ احتمال اكس ينتمي للمسافة ال ام ال ام فين ال ام؟ اهي يلا يا مهند احتمال الاكس تنتمي مين يا جماعه؟ للال ام مهند يلا يا مهند
يوم الحد بيكون يوم صعب، عارف الناس كلها بتكون نايمه، فاحنا لسه كمان نصحى شويه عن كده. ال ال ام بكام يا مهند؟ مهند لسه نايم. طيب مهند حريري الساعة يلا يا بطل باربعه يوصل. ها مين فيكم اللي هيجاوب؟ ال ال ام باربعه صح؟ ايوه هيبقى ال ال ام بتساوي كام؟ بتساوي اربعه، وكله هيساوي كام؟ يبقى اقول له بتساوي اربعه، على كام يا مهند؟ على كله، على الطول كله صح؟ الجزء بس، الجزء على الكل، الكل بيساوي 14. يلا يا جماعه الموضوع صعب للدرجات، اقسم على الاثنين، ادينا اثنين على كام؟ اثنين على 14 تمام كده؟ حبيت تعملها بالحسبه يا جماعه هجيب لك نسبه مئويه، اضرب في 100 اديك ايه؟ نسبه مئويه بتساوي كذا على كذا. طيب اللي بعدها يا جماعه، اللي بعده بيقول لي احتمال بي اكس بتساوي تنتمي الى كي ام، كي ام فين الكي ام يا شباب؟ الكي ام كل دي من هنا كده شايف؟ يلا مين يحلها؟ 11 على 14 بتساوي 11 صح، 11 على كل 14 نجمعها كلها بس يا جماعه. انا لما بلاقي حاجه سهله جدا والناس ما بتتكلم يعني بصراحه بزعل، والله بزعل جدا، بحس ان الناس يعني ما هي مهتمه. يلا يا جماعه السؤال ده برضه يا جماعه سؤال جميل ومهم جدا، بس عايز ناس صحيح. السؤال ده يا جماعه سؤال مهم وسؤال اختبارات ومحتاج ناس صحيح يا جماعه. بقول لك ايه، مين يقرا يا شباب؟ مين يقرا؟ مين يتبرع يقرا من الكتاب؟ بس رقم اثنين صفحه 128. يلا يا حضرات، ولا واحد عايز يقرا؟ اقرا يا انس، انس ابو القاسم. اقرا استاذ، ثواني بس شوف انس فين، يمكن غايب حضر نفسه ومشي او نام تاني. يلا يا جماعه، يعني يا جماعه اللي ما يرد اعتبره غايب خلاص، اعتبره فتح بس الجهاز ودخل نام او خرج مشي خلاص ماشي. اللي ما يرد يا جماعه اعتبر نفسه اليوم غايب خلاص. اتفضل يا مهند ذكر. تصل حافلة ركاب إلى الموقف أو تغادره كل 30 دقيقة. أيوة. إذا كل نص ساعة حفلة تيجي وحفلة تمشي. تمام. كمل يا بطل. إذا وصل راكب إلى المحطة فما احتمال أن ينتظر 10 دقائق أو أكثر لركوب إحدى الحافلة؟ نركز كلمة إيه يا جماعة؟ أو أكثر دقائق. هينتظر 10 دقائق أو إيه؟ أو أكثر. هنعمل إيه يا شباب؟ هنعمل خط اعداد بيسموه خط الزمن، يعني اوله صفر واخره كام؟ 30 دقيقة، وقسمه عشرات يا شباب، عشرات يقول لك 19 دقايق، ادي اول 10 دقايق، ثاني 10 دقايق زي كده اهو، تمام؟ الثالثة يا جماعة لحد كده اهو، اقول لك ايه؟ احتمال ينتظر 10 دقايق او ايه يا جماعة؟ اقل او اكثر نعمل ايه فيهم؟ ها؟ لو كان اقل اخذ الاقل منها بس اللي هو هنا، تمام؟ لو كان اكثر ابدا منين؟ من اول 10 وانا لحد 30 زي كده يا شباب. هنا اقول ايه؟ 10 دقائق او اكثر. ماشي يا شباب؟ انا بقول يا جماعه هنا فين هي؟ اهي من اول 10 دقائق يا جماعه او اكثر الامثله دي كلها. المسافه كلها كام يا شباب؟ كام دقيقه دي؟ دي كام دقيقه؟ مش المسافه دي كده لوحدها 10 دقائق؟ من 10 ل 20 10، من 20 ل 30 10 ثانية صح؟ يبقى لنا ايه يا جماعة؟ احتمال انتظار 10 أو أكثر هيساوي يا شباب؟ هيساوي 20 دقيقة على كله كام؟ على 30، اختصر هنا كام؟ 2 على كام يا شباب؟ على 3، اللي هي بتساوي بالظبط تقريبا كده 0.6 وضربت في 100 اديك ايه؟ 66 من 100 في المية. ماشي يا شباب؟ طيب افرض كان قال لك 10 دقائق او اقل،
يبقى كام؟ يبقى من 0 ل 10 بس، من 0 ل 10 بس 10 دقائق قاسم 10 على كام؟ على 30. واضح كده يا شباب؟ عشان الفرق هيجي لك حاجه زي كده في التمارين بطن ان شاء الله، حاجه زي دي بالظبط. النهارده المشاركات يعني بصراحه ما تشجع على اي شيء ابدا. يلا يا جماعه بقول لك هنا ايه؟ يحضر مطعم الشاي في وعاء ساعته اللي هو زي الغلايه دي يا شباب 8 لتر الساعة كلها. هنا الساعة اليمين الساعة مقابل الحجم عندنا في الأشكال، تمام. عندما ينخفض مستوى الشاي في الوعاء إلى 2 لتر ها يصبح تركيز الشاي كبيرا ويختلف طعمه. ده الكلام ده برضه مجرد بس إيه سرد مش أكتر، مش هيفرق معانا كتير يعني. الأول ده ما يفرق معانا شيء في السؤال. إذا حاول شخص ملء كأس من الشاي فما احتمال أن يكون مستوى الشاي في الوعاء تحت مستوى لترين؟ نعمل إيه يا شباب؟ هنقسم برضه الحجم الصغير او السعه الاصغر على السعه اللي هي الكليه. يقول لك اقل من الاثنين، يعني ايه؟ يعني هنا كده تقريبا هنا اثنين اهي، فاقل بقى الجزء ده كده يا جماعه. احتمال ده بيساوي كام؟ بيساوي 2 لتر. طب وكله كام لتر؟ ها؟ وكله 8 لتر، يبقى على 8 يا جماعه. 2 على 8 بتساوي ربع. ربع اللي هو كام يعني؟ اللي هو 25 ايه؟ خلاص ده سؤال سهل اهو. طب اللي بعد رقم بي بيقول لك ايه؟ بي ها ما احتمال ان يكون مستوى الشاي في الوعاء في اي وقت بين 2 لتر و 3 لتر يا جماعه؟ بين 2 و 3 لتر ها نعملها ازاي؟ مش حد هنا شاطر خالص يتكلم؟ يلا يا شباب بين 2 قول الفتح اتفضل. اتوقع نحط واحد في البسط. ما شاء الله عليك 100 100 كسر الله. ده 1 على 8 بين 2 يا جماعه 3 كام؟ 1. وكله كام؟ كله كام يا كوفي؟ كله 8 8 8 صح كده. بقى ثمن يا جماعه ثمن ممتاز يا جماعه. انا يعني شايف بس نعرف كلكم كويسين، بس المشكله في الكسل. يوم الاحد ده كسل يوم انا بتعاني فيه. يبقى 1 على كام؟ على 8 يا جماعه. يلا طب فكره ثانيه يا بطل، خلي بالك احنا هنطبق نفس موضوع الطول كده، نفس الطول والسعه على اي شيء ثاني، على مساحه مثلا زي كده. الاحتمال والمساحه، لو انت اول الحس اذا عندك دايره جواها موجوده جوه مين؟ جوه مربع، وهتحط نقطه يا جماعه، نقطه معينه او سهله او اي شيء. قال لك احتمال هي تكون موجوده فين على الدايره؟ تعمل ايه؟ اجيب مساحه الدايره، الجزء ده يا جماعه مساحه الدايره على مساحه مين؟ المربع بالكامل. كده جبنا الايه؟ جبنا الاحتمال يا جماعه المطلوب. تمام؟ شوف كده المثال عليها مثال اهو. هنا سؤال بس محتاج شويه تركيز. في حد يقول لك يا جماعه كده مساحه الدايره بتساوي ايه؟ مساحه الدائره بتساوي كام؟ حد فاكر؟ ايوه نص النص تربيع ضرب طاء. ما فيش فيها نص يا حسين. ايش؟ نص تربيع ضرب طاء. ايوه طه نص تربيع. بس احنا نكتب بالانجليزي يا جماعه، هنقولها ايه؟ هنقولها باي ار تربيع. الارض اللي هي مين؟ نص القطر. ماشي يا شباب؟ طب ركز في السؤال، بيقول لك ايه؟ السؤال اهو يلا. يهبط مظلي على هدف مكون من ثلاث دوائر. يعني كل ما ينزل مثلا في الدائره اللي في الوسط يكون ايه؟ يفوز اكثر، ياخد دوائر اعلى. طيب اذا كان قطر الدائره الداخليه 2 متر ويزداد نص قطر كل دائره كانت كده، ده الشرط يا جماعه. يزداد نص قطر كل دائره بمقدار كام؟ 1 متر عن اللي قبلها. اما احتمال ياخد المظله في الدائره الحمراء. عندي كم مظله؟ عندي يا جماعه ثلاث دوائر اهو، خلي بالك ثلاث دوائر ارسمهم التسهيل. ثلاث دوائر يا شباب. الاولى بتقول لي ايه؟ ركز كده، بقول لك قطرها 2 متر. ايه هو القطر يا شباب؟ الطول ده كل ده اسميه قطر. بس انا ما يهمني هنا القطر يا جماعه، يهمني بس مين؟ نص القطر بس اللي يهمني. نص قطر فقط، تمام؟ القطر كله ب 2 متر. يبقى نص قطر بس بكام يا جماعه؟ النص بس واحد. 1 متر. طب اقول لك ايه؟ كل دائره بيزيد اللي عن اللي قبلها يزيد مين اللي بزيد؟ ها؟ يزداد نصف القطر بزيد على فكره، القطر نفسه النص اللي بزيد 1 متر يا جماعه. طب النص هنا بواحد. يبقى النص اللي بعدها ده بكام؟ تزود عليها واحد، يبقى ده كده 2 متر يا جماعه.
2 متر. طب والثالثه زاويه كمان متر، فكلها كام؟ 3 متر. يبقى نص قطر الصغيره 1 متر، الاكبر الوسط كام؟ 2 متر، الكبير 3 متر. طب السؤال بيقول لك ايه؟ ما احتمال ان يهبط المظلي في الدائره الحمراء اللي هي اللي في النص الحمراء يا جماعه، اللي في النص الحمراء دي نعمل ايه؟ هجيب مساحه الدائره الحمراء واقسمها على مساحه مين؟ ها الدائره الكبيره، واضح كده؟ طب الحمراء يا جماعه نص قطر هقول لك مش واحد، المساحه ايه؟ احتمال بيساوي احتمال حمراء يا جماعه حمراء ها بيساوي مين؟ مساحه الدائره الحمراء اللي قلنا اللي هي باي ار تربيع، الار بكام؟ الار بواحد، يعني باي مضروبه في واحد تربيع يعني واحد، وتحت باي برضه يا جماعه ايه؟ الدائره الكبيره نصف مضرب 3 تربيع 3 بكام؟ ب 9. فانا اقول له ايه؟ 3 تربيع هيساوي باي، تروح مع باي يا شباب فوق واحد تحت كام؟ 9. يبقى واحد على ايه يا شباب؟ واحد على 9. طيب نكمل كده، سؤال بيقول لك ايه؟ ان يهبط رقم ايه بعد كده يا جماعه؟ ها؟ اوجد ان يهبط احتمال ان يهبط المظلي في المنطقه الزرقاء بي. الزرقاء فين يا شباب دي؟ المنطقه الزرقاء اللي هي هعلمها باللون الازرق، تمام؟ دي المنطقه الزرقاء يا جماعه. احسبها ازاي دي؟ يا في المنطقه دي احسبها ازاي؟ حد عارف؟ ها؟ ازاي احسبها يا شباب؟ هجيب مساحه الدائره الكبيره واطرح منها الدائره اللي هي الوسط، هي اللي هي يا جماعه دي لحد هنا كده لحد دي، تمام كده؟ ابقى جبت المنطقه دي يا جماعه كلها، تمام كده؟ قول احتمال بيساوي كام؟ ها امسح بس السبوره، الجزء اللي ما نحتاجه نمسحه اللي هو ده. يلا يا شباب، يبقى احتمال ده بيساوي كام؟ اقول له مساحه الدائره الكبيره اللي هي ايه يا شباب؟ نص قطرها 3 تربيع يبقى 9، 9 باي ناقص اقل منها ده ايه؟ نص قطرها ده بكام؟ ب 2، 2 تربيع ب 4 يبقى 4 باي يا شباب، على مين؟ على الكبيره كلها، على 9 باي، 9 باي ناقص 4 باي ب 5 باي واقسم على 9 باي يا جماعه، باي تروح مع باي دي مكان 5 على 9. ده اللي يعملها يا شباب ان يهبط المظلي في المنطقه الزرقاء، هي دي كده. طب اخر واحده بقول لك ايه؟ ان يهبط المظلي في المنطقه البيضاء. فين هي البيضاء يا شباب؟ المنطقه اللي في النص هنعملها بلون اخضر، تبان؟ هنقول بيضاء بس هنعتبرها اخضر عشان ايه؟ تبان بس في الرسم. هظلل لك بقى بالاخضر يا جماعه، المنطقه دي. كيف احسبها دي يا شباب؟ في حد خد باله كده من اللي عملته قبل كده؟ اهي يا جماعه احسبها ازاي دي؟ هجيب مساحه ها الدائره اللي هي شباب الوسط والدائره الاصغر منها دي يا جماعه اللي جوه الصغيره الحمراء الصغيره خالص ها، هجيب اللي هي البيضاء واطرح منها من الحمراء كده، حسبت يا جماعه اللي فوق احتمال اللي فوق على الكل برضه 9 باي على الكل، واضح؟ طيب شكرا مع بعض، هنعمل ايه؟ نمسح بس الجزء اللي مش عارفينه يا جماعه، نمسح الجزء اللي احنا مش عايزينه. يلا يا شباب، الدائره الوسط يا شباب، الوسط ده قلنا نص قطرها كام؟ مش 2؟ 2 تربيع ب 4، قالوا كده هو ايه؟ 4 باي، بلاش المكان ده عشان مش واضح، 4 باي طرح الصغيره يا جماعه دي نص قطرها بواحد بس، نص قطرها بواحد متر، واحد تربيع بيساوي واحد، يبقى واحد باي يا جماعه، باي بس على الكل اللي هو كام؟ 9 باي، 4 باي ناقص باي 3 باي على كام يا شباب؟ على 9 باي، باي تروح مع الباي 3 مع 9 هيعطينا كام؟ اقسم على 3 فوق تحت يدينا 1 على مين؟ على 3. ده سؤال يا شباب اللي هو رقم بي حكم من فهمك، واضحه يا شباب؟ الدرس سهل يا جماعه ولا صعب؟ ها اسهل ما يكون اهو، اسهل درس هيقابلك في الاحتمالات احتمال الهندسه، كله يعتمد على ايه يا شباب؟ طول ومساحه وحجم وكلام من ده، وكل حاجه كلها حاجات بسيطه سهله انت خدتها قبل كده، ما في شيء جديد يعني. طيب نمسح ونشوف حاجه ثانيه. يلا يا حضرات،
ايوه دي برضه حاجه ثانيه مهمه يا جماعه، فكره ثانيه، اذا جاب لك دائره وفيها قطاع دائري، فيها جزء من الدائره بسميه قطاع يا شباب، لو عندك دائره زي دي وفيها جزء زي كده اسمي الجزء ده ايه؟ اسميه قطاع، تمام كده؟ طيب نفس الاسلوب برضه، اذا قال لك مثلا هنلقي نقطه احتمال تقع فين؟ داخل القطاع، نحسبها ازاي؟ هنا بالزوايا، الزاويه ده هي مثلا اكس ده ولتكن 40، يبقى 40 على كله. طب كله كام يا محمد سعيد؟ محمد سعيد كلها كام الدائره؟ ها مجموع قياس الزوايا 360. 360 صح كده؟ يبقى لو جاب لي يا جماعه كده دائره زي كده اهو، وقال لك منها في قطاع دائري اهو مثلا طول ده الزاويه هنا زاويه 30، هحط نقطه معينه، احط نقطه ايا كانت نقطه، فاحتمال النقطه لازم تكون فين؟ في القطاع ده يا جماعه، القطاع اللي انا جاي عنه ده. احسبها ازاي؟ اقول له بيساوي ال 30 اللي هي زي 30 على كله اللي هي كام؟ 360. طيب صفر مع صفر، على 3 على 1 على 3 على كام؟ 12. 12. وبالحسبه بالجبر يا جماعه او كده، كل ده صح. خلاص؟ يبقى لما يجيب لنا يا جماعه قطاع دائري اعمل ايه؟ اقسم الزاويه المطلوبه على الكل 360. طب قاعدين على مثال ثاني اهو، مثال